السلام عليكم ورحمة الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. مرحبا بك أختي في درس جديد من دروس تعليم درس الرباطية المتقدمة العملية. إذا في هذه الحلقة هذه غادي نوريكم المراحل يعني بالتفصيل اللي كتمر بها الخدمة ديال لي فلوغ تخوادي. اذا يعني الاغلبيه كيسولني اشنا هي الكوايه، كيفاش كتفينا، اش منتوب، فاش كنخدموا. اذا اول حاجه حنا كنخدموا بثوب موسلي، يعني ثوب موسلي فاش كنرسم هذه راه حاجه سهله، راه رسمه كيف ما كتبان لكم كنرسموها في الثوب موسلي ونديروها في المرمى انتما كما كتلاحظوا هنايا. من بعد كنخدمها كتبان لكم هذه راها مطروزه بجوج لوان، يعني مطروزه بجوج لوان فيها اللون ديال الثوب والديكرادي ديالو. وغادي نشوفو من بعد كتقطع بالمقص، قطعو بالمقص، من بعد كنفينيوها بالكوايه، ومن بعد كنخيطوها بالابره. يعني غادي ندوزو مرحله بمرحله بالنسبه للبنات اللي مازال ما فهموش الدرس ديال كيفاش كنصيب الوردات رواتهم. وراني قريت التعليق ديالكم، يعني جميع التعليق ديالكم راني قريتها. يعني حتى انا كنشكركم بزاف على الدعوات اللي ديما كنشكركم على دوك الدعوات اللي كتكتبوا ليا، يعني حتى نتوما الله يجازيكم بالخير. وهذوك لي كومونتير هما اللي كيزيدوني القدام، هما اللي كيشجعوني باش نزيد نحط دروس جديده. اذا الا كنتي اختي الكريمه اول مره كتدخل القناه ديالي، شاركي في القناه بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس، يعني ضروري تفعيل الجرس ضروري، لان الاغلبيه ديال البنات تيقولوا لي راه ما كيدخلوش عندنا الفيديو هذا عندك، يعني دائما كيمشيو كيدخلوا للقناه وما تيلقاوش باش يعرفوا واش منزله درس جديده ولا لا. اضغطوا على الجرس باش اي فيديو نزلته ان شاء الله غادي يوصلكم، وتعليق باش نعرف واش الدرس مفيد او غير مفيد، يعني وتكتبوا لي في التعليق لبعض لكاع الاشياء اللي خاصكم. وبخصوص بالنسبه للرشمه ديال القفطان، هذاك القفطان هذاك راه ماشي ديالي انا، يعني ديال مولاتو، يعني ما بغاتنيش ننزل ليها الرشمه ديالها. وانتم راكم كتعرفوا حنا حالنا السيدات، يعني اي وحده كتخدم قفطان كتقول لك واخا تصوري الخدمه معليش، انما باش نزلي رشمه هكاك كتقول لي لا خليني بعدا غنتمتع بالقفطان ديالي. اذا ان شاء الله ندوزو للمرحله ديال كيفاش غادي نخدموا هاد لا فلوغ تخوادي. اذا اول حاجه غادي نديروها غادي نرسم هاد الورده، هذه راه الرسمه ديالها عاديه ماشي شي حاجه صعيبه. واحد جوج تلاته ربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره احداش. اذا اول حاجه غادي نخدمو بالديكرادي. كنقول بأن العكس، يعني الديكرادي فوق الخط. غادي نجي نبدا من النص ديالها، شوفوا بان هاد الوريدات هادو نعمروهم كلشي.
كتلاحظوا باننا الخطفه كنعمروا بها حتى الطرف ديال عاد كندوزوا عليه. تحركات ليا إذا هذا هو اللون ديال الوردة، غادي نخدموه باللون المغلوط. كمل لي السرجي. اذا هانتوما كتشوفوا حنا رانا قطعناها، هانتوما كتشوفوا راه قطعناها كلشي بالمقص. اذا حنا نقيناها كلشي بالمقص ديال فينيسيون، تنقيناها كلشي، حيدنا ليها التوب ديال موسلين. غادي نهزو دابا الكوبايه كيف نوريكم كيفاش تنكويها باش نحيد ليها كلشي هاد الزوائد ديال التوب. دار بالنسبه للسيدات اللي عندهم الدراري الصغار يردوا البال، لان هاد الكوبايه هادي راه صعيبه الا تحرق بها شي واحد، وترد البال حتى باش تحرق لا تحرق بها يديها. ما عرفتش شحال من مره في الاول حرقتني. يعني انتم كتشوفوا نبين لكم اكثر. اذا ها هي من بعد ما فينيناها كلشي بالسميتو، غادي نبقى نبدا نخيط، نبقى نخيط ضربه ضربه. اذا ها حنا كملناها من الجهة الأخيرة ديالها كملناها. إذن هاد الوردة هانتوما كتشوفوها كي دايرة، يعني كتشوفو هاد الجناب هادو مبقاش فيهم
الثوب ما بقاش فيهم الخيط، خاصها تكون فين هي تكون نقيه. اذا ها حنا حطيناها فوق الثوب وهنا فوق الطرزه، غادي نشوفوا الطريقه باش غادي نفيكسيوها. نضربوها من هاد ده، من بعد تنقلبوها من هنا ونضربوها في باش تشد هذا الوسط ديال الوردة، هذا باش تجينا الخياطة ديالها. ها حنا سالينا مع الوردة، غادي نعقدو الخيط. انا الوردة هي هذه، كنتمنى بان الدرس انكم تكونوا يعني استفدتوا منه، والى درس مقبل ان شاء الله.